بالنسبة بقى لأن احنا خلاص يعني عيد الأضحى على الأبواب، فطبيعي كمان إن كل واحد موجود في محافظة مختلفة عن محافظة الأهل، عايز يجهز نفسه كده ويحضر نفسه في إنه ياخد القطر ويطلع على أهله سريعا عشان يقضي العيد معاهم بإذن الله. من المعروف كمان إن القطارات من ضمن وسائل النقل اللي تعتبر من وسائل النقل الأكثر أمانا، يعني اللي ممكن نستخدمها أكيد إن هي أكثر أمانا عن السيارات مثلا وما شابه. فعشان كده عندنا خبر عن وزارة التموين وطرح 180 ألف مقعد إضافي في عيد الأضحى. السؤال بقى وزير النقل، عفوا، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل في زيادة في الأسعار ولا لا؟ هل في عدد معين من التذاكر المفروض ان من خلالها او عدد التذاكر ده ما نزيدش عنه ولا لا؟ اللي هتجاوبنا على الأسئلة دي أستاذة نجوى البار، المتحدث باسم هيئة السكة الحديد. مساء الخير يا أستاذة نجوى. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. الأسعار أهلاً. اخبارها ايه؟ لا زيادة في الأسعار، احنا بنؤكد ان أستاذة نجوى، هل الخط قطع؟ أستاذة نجوى الخط فصل، لكن عموما يعني المعلومة اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي ان أستاذة نجوى البار المتحدث باسم هيئة السكة الحديد بتقول لا زيادة في الأسعار حتى الآن. يبقى بقى ان احنا لسه عايزين نحاول نتواصل معاها مرة تانية عشان نعرف السوق السوداء أخبارها ايه، بما ان وزارة النقل بتؤكد ان لا زيادة في الأسعار، وهل السوق السوداء هتلاقي مجال ان هي تشتغل من خلاله؟ يعني ممكن واحد يجيب 10 تذاكر مثلا وبعد كده يبدا بقى ان هو يبيعها، ولا حتى التذاكر كده هي متوفره بشكل كافي بحيث ان محدش هيضطر ان هو يلجا الى السوق السوداء بشكل اخر؟ هل استاذه نجوى رجعت لنا ولا ننتقل الى خبر اخر؟ طيب، لحد ما تبقى معانا استاذه نجوى. معانا دلوقتي استاذه نجوى البار المتحدث باسم هيئه السكه الحديد. استاذه نجوى، حضرتك قلت لنا لا زياده في الاسعار والخط قطع. ايوه فعلا، انا بقول لحضرتك ان مفيش زياده في الاسعار، وباكد ان لا قبل العيد ولا في العيد ولا الفتره الحاليه خالص في نيه لزياده الاسعار. طيب، السوق السوداء هل من الممكن ان هي تلاقي مجال لان هي تدخل في الموضوع؟ احنا مكثفين المفتشين بتوعنا داخل شبابيك التذاكر، كمان في تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات المنتشرة على الأرصفة وداخل الشبابيك. بنحارب السوق السوداء بكل قوة، بنصرف 4 تذاكر بحد أقصى لكل رقم قومي. كمان واقفين الحجز الإلكتروني خلال فترة العيد لعدم تسريب التذاكر للسوق السوداء. طيب، ما هو حضرتك موضوع حد اقصى 4 تذاكر، نعم. دي حد اقصى 4 تذاكر في اسر عددها اكبر من 4، بيستعينوا برقم تاني، رقم قومي تاني داخل الاسره، المهم ما يتكررش الرقم القومي داخل شباك التذاكر، لان كده بيكتشف انه سوق سودا. نعم، فاذا كل واحد من حقه عن طريق الرقم القومي اللي معاه ان هو يحصل على 4 تذاكر، مفيش مجال لان السوق السوداء تدخل فيه. بتهيألي كمان الاماكن متوفره، يعني احنا لسه قايلين 180 الف مقعد اضافي في عيد الاضحى. ده حقيقي، احنا دي كلها مقاعد اضافيه نازله في فتره العيد اللي هي الفتره من 4/9 اللي هي بدات النهارده ومستمره حتى 18/9. حاجز القطارات الاضافيه قبل سفر الراكب ب 24 ساعه يقدر يحصل عليها من شبابيك التذاكر. طيب، المقاعد الإضافية دي برضو جت منين؟ يعني زيادة عدد القطارات ولا زيادة عدد الساعات؟ طبعاً احنا منزلين أكتر من 17 قطر إضافي، كمان ده كلها قطارات مكيفة وقطارات غير مكيفة، كمان منزلين أكتر من 40 عربة إضافية على تركيب القطارات اللي بجداول التشغيل. ده غير كمان بعض القطارات اللي هي راحة لأهالي النوبة، فعدد التذاكر الحمد لله نازله كتير قوي لمحاوله ان احنا نغطي اكبر قدر ممكن من الازدحام اللي على الناس كلها عايزه التذاكر يعني. نعم، طيب، عوامل الامان اللي المفروض ان هي تبقى موجوده على مدار السنه، لكن وقت الاعياد تحديدا بيبقى الاقبال كبير، فلا قدر الله وقت ما بيبقى في مشكله في اي وسيله نقل بيبقى المشكله اكبر. عوامل الامان والصيانه والمراجعه اخبارها ايه؟
انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا طبعا عاملين غرف عمليات متابعه مسير القطارات. كمان احنا الصيانه عندنا ما فيش اجازات، الاجازات اتلغت لكل طوائف الفنيين والتشغيل وقيادات الهيئه لمتابعه الصيانه ومسير القطارات وصرف التذاكر، يعني المتابعه مستمرة. وفي عندنا خط ساخن بنستقبل عليه أي شكاوي ممكن نتلقاها من أي راكب يلاقي مشكلة، خدمة العملاء بترد عليه وبتحلها له فورا. الخط الساخن 147 ده من أي محافظة على مستوى الجمهورية. الخط الساخن الخاص بأي شكاوى 147 بالظبط. طب يا ريت ننزله كمان على الشاشة. أستاذة نجوى قالت لنا الخط الساخن الخاص بأي شكاوى لو أي واحد لقى إنه بيواجه أي مشكلة أيا كانت بقى، لكن متعلقة بهيئة السكة الحديد فهو 147.